وقيد بس تقيد حتى ل 14 اوت. سي فري كون ايتا دي ميليي كيلومتر. ثم حاجه هكا قلقتني. Mais nos cœurs étaient avec nos proches en Tunisie. On était tout le temps au téléphone, les scotchés devant la télé, sur Facebook. حقني خرجت نهار 14 جانفي، حقني خرجت من ديسمبر وقت اللي تونس كلها شاعله. حقني تكلمت وقلت لها من قبل. هذاك علاش ما يلزمش يجي نهار نقول فيه حقني انتخبت. J'avoue que je pourrais pas dire à mes enfants que j'étais là le 14 janvier, mais je leur dirai avec fierté que j'ai voté. Moi, je me suis inscrite. وانتي قايد باش تقايد. كانك مواطن تونسي عمرك فوق 18 سنة وتحب تمارس حقك في الانتخاب نهار 23 أكتوبر الجاي، لازمك تقيد روحك من توا في أقرب بلدية معتمدية في مكاتب الهيئات الفرعية والسفارات والقنصليات. ما تنساوش اللي بطاقة التعريف الوطنية لازمة واللي آخر أجل للتسجيل هو 14 أوت. لأكثر معلومات زوروا موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات easy.tn.